نبوءة فرانكنشتاين نشرت ماري شيلي في سنة 1818 قصة فرانكنشتاين وهي قصة عالم يخلق كائناً اصطناعياً يخرج عن السيطرة ويتسبب بالفوضى. كررت القصة نفسها مراراً في القرنين الماضيين في إصدارات لا تعد ولا تحصى. أصبحت دعامة مركزية في أساطيرنا العلمية الجديدة. وللوهلة الأولى تبدو قصه فرانكنشتاين كما لو انها تحذرنا من اننا اذا حاولنا ان نؤدي دور الرب ونهندس الحياه فسنعاقب بشده الا ان القصه مع ذلك لها معنى اعمق تواجه اسطوره فرانكنشتاين الانسان العاقل بحقيقه ان الايام الاخيره تقترب بسرعه وما لم تتدخل بعض الكوارث النوويه او البيئيه وهكذا تتجه القصه فإن وتيرة التقنية ستؤدي قريبا إلى استبدال الإنسان العاقل بكائنات مختلفة تماما، لا تمتلك بنى مختلفة فحسب، بل وتمتلك عوالم معرفية وعاطفية مختلفة جدا. وهذا شيء يجده معظم العقلاء مربكا للغاية، فنحن نود أن نعتقد أنه في المستقبل سيسافر أناس مثلنا تماما وبسرعة من كوكب إلى كوكب في سفن فضاء. لكننا لا نحب أن نفكر في احتمالية أنه في المستقبل لن توجد كائنات بعواطف وهويات تماثلنا وسيشغل مكاننا بأشكال حياة غريبة تتقزم قدراتنا أمامها. نجد بطريقة ما الراحة في فكرة أن الدكتور فرانكنشتاين خلق وحشاً فظيعاً علينا أن ندمره من أجل إنقاذ أنفسنا. نحب أن نحكي القصة بهذه الطريقة لأنها تعني أننا أفضل من جميع الكائنات. وانه لم يوجد ازلا ولن يوجد ابدا من هو افضل منا وان اي محاوله لتحسيننا ستفشل حتما لانه حتى لو حسنت اجسامنا فلا يمكن المساس بالروح البشريه سيكون لدينا صعوبه في تقبل حقيقه ان العلماء يمكنهم ان يهندسوا الارواح مثل هندستهم للاجسام وبذلك سيتمكن الدكتور فرانكنشتاين المستقبلي من ان يخلق شيئا افضل منا حقا شيئا ما سينظر الينا بتعالٍ كما ننظر اليوم الى النياندرتال. لا يمكننا ان نكون متاكدين مما اذا كانت فرانكنشتاينات اليوم ستحقق بالفعل هذه النبوءه، فالمستقبل غير معروف وسيكون مفاجئا ان تتحقق نبوءات الصفحات القليله الماضيه بالكامل. يعلمنا التاريخ ان ما يبدو وكانه قاب قوسين منا قد لا يتجسد أبدًا في أرض الواقع بسبب عقبات غير متوقعة، وأن سيناريوهات أخرى غير متصورة ستتحقق في الواقع. فحين اندلع العصر النووي في الأربعينات من القرن الماضي، كانت هناك توقعات كثيرة حول العالم النووي المستقبلي في سنة 2000 وحين اطلقت سفينه الفضاء سبوتنيك وابولو 11 خيال العالم بدأ الجميع يتنبأ بانه بحلول نهايه القرن سيعيش الناس في مستعمرات فضاء على كوكب المريخ وبلوتو وقليل من هذه التوقعات اصبح حقيقه من ناحيه اخرى لم يتوقع احد ظهور الانترنت لذا لا انصحك ان تخرج الان لشراء تامين يعوضك الدعاوى القضائيه المقدمه من كائنات رقميه فالأوهام المذكورة أعلى أو الكوابيس هي مجرد منبهات لخيالك ما يجب علينا أن نأخذه على محمل الجد هو فكرة أن المرحلة القادمة من التاريخ لن تشمل فقط التحولات التقنية والتنظيمية بل وكذلك تحولات أساسية في الوعي والهوية البشريتين ويمكن أن تكون هذه التحولات أساسية للغاية بحيث أنها تستدعي نقاشا حول مصطلح بشري ذاته كم نملك من الوقت؟ لا أحد يعرف حقا وكما ذكرنا سابقا يقول البعض بأنه بحلول سنة 2050 سيكون بعض البشر بالفعل صعبي الفناء أو أموردل وتتحدث التوقعات الأقل ثورية عن القرن القادم أو الألفية القادمة ومع هذا فمن منظور السبعين ألف سنة التي شكلت تاريخ الإنسان العاقل ما الذي تعنيه بضعة آلاف سنة؟ إذا كانت الستارة توشك أن تنسدل على تاريخ العقلاء فانه يجب علينا نحن اعضاء احد اجيالها الاخيره ان نخصص بعض الوقت للاجابه على سؤال اخير ماذا نريد ان نصبح يجعل هذا السؤال والذي يعرف احيانا بسؤال تحسين الانسان جميع المناقشات التي تشغل حاليا السياسيين والفلاسفه والعلماء والناس العاديين تبدو ضئيله وعديمه الاهميه فمن المرجح على كل حال ان النقاشات بين الاديان والايديولوجيات والامم والطبقات الموجوده حاليا ستتلاشى باختفاء الانسان العاقل فاذا عمل خلفاؤنا حقا على مستوى مختلف من الوعي او ربما امتلكوا شيئا ابعد من الوعي لا يمكننا حتى ان نتصوره فمن المشكوك فيه ان يهتموا بالمسيحيه او الاسلام او ان يكون تنظيمهم الاجتماعي شيوعيا او راسماليا أو أن يكون جنسهم ذكرا أو أنثى ومع ذلك فإن المناقشات العظيمة للتاريخ مهمة لأن الجيل الأول من أشباه الآلهة أولئك سيتشكلون على الأقل بالأفكار الثقافية لمصمميهم البشريين هل سينشأون على صورة الرأسمالية أو الإسلام أو الحركة النسوية الجواب على هذا السؤال قد يرسلهم مترنحين في اتجاهات مختلفة تماما يفضل معظم الناس عدم التفكير في الامر فمجال اخلاقيات البيولوجيا يفضل التطرق الى سؤال اخر ما هي الامور المحظوره هل من المقبول اجراء تجارب جينيه على الكائنات الحيه على اجنه اجهضت على الخلايا الجذعيه هل من الاخلاقي استنساخ الاغنام والشنابز ماذا عن البشر كل هذه اسئله مهمه لكن من السذاجة أن نتصور أننا قد نضغط على الفرامل ببساطة ونوقف المشاريع العلمية التي تقوم بتحديث الإنسان العاقل إلى نوع مختلف من الوجود. ذلك لأن هذه المشاريع مترابطة على نحو لا انفصام له مع مشروع جلجامش. اسأل العلماء لماذا يدرسون الجينوم؟ أو يحاولون أن يوصلوا الدماغ بحاسوب؟ أو يحاولون خلق عقل داخل حاسوب؟ وستحصل في تسعة من أصل عشر مرات على نفس الإجابة القياسية نفعل ذلك لعلاج الأمراض وإنقاذ حياة البشر على الرغم من أن الآثار المترتبة على خلق عقل داخل حاسوب أكثر درامية بكثير من علاج الأمراض إلا أن هذا المبرر الاعتيادي يقدم لأنه لا أحد يستطيع أن يجادل فيه وهذا هو السبب في أن مشروع جيل جامش هو الذي يقود العلم فهو يعمل على تبرير كل شيء يفعله العلم، فالدكتور فرانكنشتاين يقف على اكتاف جلجامش، ولانه من المستحيل ايقاف جلجامش، فمن المستحيل ايضا ايقاف الدكتور فرانكنشتاين. يمكننا محاولة القيام بشيء وحيد وهو التأثير على الاتجاه الذي سيسلكانه، فلاننا قد نصبح قادرين قريبا على هندسة رغباتنا ايضا، فربما كان السؤال الحقيقي الذي يواجهنا ليس ماذا نريد ان نصبح بل ماذا نريد ان نريد ومن المحتمل ان اولئك الذين لم يروعوا بهذا السؤال لم يفكروا فيه مليا